أحسن الله إليكم. هذا يقول السائل: عندي بنت يتيمة الوالدين حتى بلغت وزوجتها، فهل لي أن أراها وتجلس معنا مع أم أولادي أم لا؟ لا، لست محرما لها إلا إن كانت رضعت من زوجتك أو إحدى قريباتك، بناتك أو أخواتك، كان بينك وبينها رضاعة تكون محرما لها بالرضاعة. أما إذا لم يكن هناك رضاعة لست محرما لها، وأنت محسن إليها وجزاك الله خيرا. وأما التزويج فتزوجها المحكمة الشرعية. نعم.